طيب عاملين فقره بعد كده اسمها شايفينك. شايفينك دي هنخلي كل حد، كل مصور يبعت لنا صوره ناخدها ونكلمه نقول له انت صورت الصوره ازاي وحكايه الصوره دي ايه. محمد يحيى، مساء الخير. مساء النور يا فندم، مساء حضرتك. اخبارك ايه، عامل ايه، كله كويس؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيب. الصوره الرائعه دي جبتها منين وعملتها ازاي وصورتها ازاي؟ دي كانت بعد هدف الزمالك. هو طبعا الاهداف جت في وقت مبكر جدا، يعني لسه بنقول بسم الله. فانا كنت يعني عند هجوم المريخ، فده حامل الكرات اللي ناحيه جون الزمالك، يعني ناحيه هجوم المريخ. فهو ناحيه الرايه، يعني بصوت الاحتفالات مصطفى شلبي بعد ما سجد وراح للجهاز الفني. فانا ببص على يميني، هو الولد راح ساجد بتلقائيه جديده، وبعد ما سجد يعني قام كده وبص للسما كانه بيشكر ربنا على الجونه وعلى الهدف اللي جه في وقت مبكر جدا. كان هو حتى ما بصش ناحيتنا ولا بص مين بيصور ولا مين، يعني هو عمل الرياكشن ده، سجد وبعد كده بص للسما كده بتاع كام ست ثواني وقام مسك الكره تاني وكمل احتفال. فهو كان يعني شعوره كده. السؤال رباني. السؤال حماده هنا، يعني الزمالك احرز هدف، فطبيعي ان كل الكاميرات تجري جوه او تجري مع صاحب الهدف، الكاميرا بتاعتك جريت على بره ازاي؟ والله يا عم، يعني انا بكون شايف ان في توفيق من ربنا قبل اي شيء، يعني بتكون الانظار كلها مختلفه على حسب رؤيه كل مصور. يعني انا كان الولد اقرب ليا، اللي هو لفت نظري من شده تعلقه قوي، ان هو سجد اول ما الجون جه. يعني هو حتى ما قامش جري، هو كانه اتصدم من رده فعله، كانت صدمه شويه. فاول حاجه عملها هو سجد على طول، وزي ما قلت لحضرتك كده بص للسما بتاع خمس ست ثواني بالظبط، وقام مسك الكوره وكمل احتفال جري بقى، اللي هو اتنطش كده شويه وجري. بصراحه انا بحييك على الصوره، تستاهل التحيه. أطلع. وصوره رائعه وصوره كبيره، والصوره بصراحه رزق، ربنا يكرمك. دي حقيقه، ربنا يخليك. بشكرك يا محمد، بشكرك شكرا جزيلا. محمد يحيى طبعا النهارده عامل صوره رائعه جدا، برحب بعد كده باي واحد ياخد اي لقطه وبعت لنا الصوره ونعمل معاه مداخله ويحكي قصتها. احنا شايفينك معاك، ما تقلقش.